السلام عليكم الشباب، كنتمنى انكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على بروميير بارتي بالنسبه للكريستالو شيمي. غندوي على اول حاجه فيها اللي هي ستركتور كوبيك سامبل. قبل ما ندوي على ستركتور كوبيك سامبل خصنا نعرفوا لي مود اللي كاين في الكوب. كاين ثلاثه ديال لي مود هما اللي كاينين. كوبيك سامبل اللي هو المود بي هو اول حاجه غادي ندوي عليها. ملي كندوي على كوبيك سامبل يعني النومبر دو موتيف ديالو كيساوي واحد، يعني ان اتون باغ ماي اللي كتكون في المود بي. بالنسبه لكيبيك سونتري ولا مود اي زاد ديالو النومبر دو موتيف كيساوي جوج، يعني جوج ديال لي جوج ديال لي زاتون هما اللي كيكونوا ليا واحد جوج ديال لي زاتون هما اللي كيكونوا ليا ماي اللي فيه مود اي. كيبيك افاس فاس سونتري يعني كندوي على مود اف زاد كيساوي 4، يعني 4 ديال لي زاتون كيكونوا ليا واحد الماي اللي كيتسمى كيبيك فاس سونتري. دابا غادي ندوي على اول حاجه اللي هي كيبيك سامبل. ملي كندوي على كيبيك يعني اللي عارفين ليه ان الاضلاع ديالو متساوي، يعني لي بارامتر ديالو كاملين تساوي ا ايكال ب ايكال سي كلهم متساويين، و لي الزوايا ديالهم حتى هما لي زونغل حتى هما كلهم متساويين. واخا ملي كندوي على ستركتور كيبيك سامبل يعني كندوي على لي بوزيسيون اللي كاينين في الكيب اللي هما 4، كاين السومي و لاغي و الفاس و السونتر ديال الكيب ولا الميليو دو كيب. يعني ملي كندوي على كيب كاين فيه 4 ديال لي بوزيسيون. اول حاجه السومي، السومي كاين فيه 8 ديال لي سومي و كاينين 12 لاغي يعني 12 ضلع اللي كاين في الكيبيك، وكاين 6 ديال لي فاس يعني 6 ديال الاوجه اللي كاينين عند الكيبيك، وكاين ميليو ديال الكيب ولا السونتر ديال الكيب اللي كاين واحد سونتر واحد اللي كاين. وبالنسبه للبوزيسيون اخرى كاين دي سيت اللي هما اوكتا و تيتريدريك هما اللي غادي ندوي عليهم من بعد. واخا ملي كندوي على كيبيك سامبل يعني كندوي ان لي سومي تو لي سومي رومبلي بار موتيف ولا اتوم ولا ديزيون. واخا يعني كاع لي سومي عندي 8 ديال لي سومي غادي نعمرهم بلي زاتوم. دابا الى عمرت لي سومي كامل ولا عندي كيبيك سامبل. دابا كندوي على كيبيك سامبل، علاش؟ حيت كاع لي سومي اللي عندي كلهم غومبلي. اول حاجه المود اللي كنخدمو به وهذا، ولكن هذا اللي كيسهل علينا اكلاتي كيسهل علينا لي شيد في الكريستالوشيم. اما هو في الاصل راه هو داير مود طونجونسيال يعني لي زاتوم راه كومباكت دايرين فحالكم. اول سؤال كيطرحو عليا كيقول لي كالكولي ولا ديتيرميني لو نومبر دو موتيف، لو نومبر دو موتيف بار مايل هو زاد. كنرمزو ليا اما بزاد ولا ان. واخا غادي نبينو زاد. زاد شنو كيساوي لي؟ اي كيوبيك نومبر دو موتيف زاد كيساوي هو واحد على 8 في ان ديال سومي بلس واحد على 4 في ان ديال لاغي بلس واحد على جوج في ان ديال الفاس بلس واحد في ان ديال سونتر ولا الميليو. الى جينا نحسبو النومبر دو موتيف بالنسبه للكوبيك سامبل زاد شنو كتساوي ليه؟ كتساوي ليه هي واحد على 8 في النومبر ديال لي زاتوم اللي كاينين في السومي. شحال من سومي عندي؟ عندي 8 كلهم عامرين، دونك النومبر ديال لي زاتوم اللي عندي في السومي هما 8. دونك واحد على 8 في 8 بلس واحد على 4 في شحال؟ في النومبر ديال لي زاتوم اللي كاينين في لاغي، حتى اتوم ما عندي في لاغي دونك 0 بلس واحد على 2 في النومبر ديال لي زاتوم اللي كاين عندي في الاوجه يعني لي فاس، حتى اتوم ما كاين عندي فاز دونك 0 بلس 1 في النومبر ديال لي زاتوم اللي كاين في الميليو، ميليو حتى هو 0 ما عندي حتى اتوم فيه دونك 0. شنو بقات لي؟ بقات لي 1 على 8 في 8 كتساوي ليا 1، يعني ان اتوم باغ مايل. شنو كيعني ليا هاد؟ ان كل اتوم كتشكون ليا مايل اللي هو عباره عن كيوبيك سامبل. نبينو بلي راه زاد كتساوي ان اتوم باغ مايل. بالنسبة لهذا السيستم عندي في واحد الغيزو اللي فيه انصومبل دي مايل كيبيك سامبل،
واخا يلا حطنا هاد الكيوب هاد هو واحد بارتي اليمونتير دان ريزو كريستال اللي هو اللي مرسوم هنا. الا حطنا هاد لاطوم اللي كاينه في السومي هنايا بالضبط اللي كاينه في الوسط شحال من كيوب داير بها؟ دايرين بها 4 الفوق و 4 لتحت يعني كيتلاقاو هنا شحال من السومي كيتلاقاو؟ كيتلاقاو 8. الا حيدنا هاد الغيز وهاد المايل من هنا الا حيدنا هاد البارتي وحطينا هنا شحال خدينا من هاد لاطوم هادي؟ خدينا 1 على 8 داكشي علاش كنجيو هنا في زاد كنضربو 1 على 8 في النومبر ديال لي زاتوم اللي كاينين في السومي حيت كل سومي كيكون فيه تومون من ديك لاطوم. دابا غادي ندوزو السؤال الثاني بالنسبه نجبدو الغولاسيون دو طونجونس دو طونجونس ولا كنسمعو الغولاسيون اونتر ا و ار. احنا المود اللي كنخدمو به هو مود اكلاتي يعني كاين لي زاتوم كيبانو ليا هما اللي كيساعد المود هذا هو اللي كيسهل عليا لي تشيد في الكريستالوجي. اما هو في الاصل راه عبارة عن مود كومباكت يعني ستريكشر كتكون طونجونس. واخا الا بغيتي تجبد الغولاسيون دو طونجونس كتاخد اصغر ديستونس اللي فيه اكبر عدد ديال لي غايون. انا عندي ديستونس واحد اللي هو من هنا تما عندي هو ا. شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي جوج ديال لي غايون اللي كاينين في ا دوز ار يعني اصغر ديستونس اللي عندي فيه اكبر عدد ديال لي غايون هو ا. دونك ا شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي دوز ار. هادي هي ا فيها جوج ديال لي غايون. بالنسبه لهاد ديستونس اللي لقينا اللي هو ا كيساوي ليا دوزار هو اللي غادي نجبدو بيه السؤال التالت اللي كيقول ليا ديتيرميني ولا كالكولي كوردينونس. اللي هو كيقول في الكورد دينونس ديال شحال من اتوم اللي يجيب اتوم ا. بالنسبه للكوردينونس ديال الكوبيك سامبل شنو كيساوي؟ الديستونس اللي غادي نخدمو به هو ا ايكال ا دوزار. واخا نعتبرو ان هذا هو الديستونس هادي هي الاطوم اللي عندي هنا هذا هو الديستونس من هنا حتى لهنا هذا هو البارامتر ا. شحال من اتوم اللي يجيب اتوم ا بديستونس اللي هو دوزار؟ كاين هاد الاطوم هاد هاهي الاطوم الاولى وهاهي الثانية وهاهي الثالثة بنفس الديستونس اللي هو ا وهاهي الرابعة وهاهي الخامسة وهاهي السادسة يعني ستة ديال لي زاتوم لي ليه بواحد ديستونس اللي هو اش ا ايكال ا دوزار. هدا هو الكوردينونس ديال الكوبيك سامبل كيساوي ستة ديال لي زاتوم لي ليه بواحد ديستونس اللي هو ا ايكال ا دوزار. دابا غادي ندوزو السؤال الرابع اللي كيقول كالكيلي الكومباسيتي. بالنسبة للكومباسيتي شنو كتساوي ليه؟ كتساوي ليه هي زاد فوا اش يعني النومبغ ديال لاطوم باغ ماي فاش في الفوليم ديال اش ديال السفير على اش على الفوليم ديال الماي فوا سون. انا شنو عندي؟ عندي الفوليم ديال السفير شنو السفير الفوليم ديال السفير شنو كيساوي؟ شنو عارف شنو كيساوي؟ كيساوي هو 4 على 3 بي ار على بويسونس 3. والفوليم ديال الماء شنو كيساوي بالنسبه للكوبيك؟ كيساوي ليا هي ا على بويسونس 3. دونك الكومباسيتي شنو كتساوي ليا؟ كتساوي زد زد ديال الكوبيك سامبل شنو كيساوي؟ كيساوي ليا هو 1 هو 1 في 4 على 3 بي في ار à la puissance 3 علاش على ا à la puissance 3 fois 100. و ا شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا 2 ار لقيناها بلي راه كتساوي 2 ار. دونك الكومباسيتي شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هي 4 على 3 4 بي و ار على بويسونس 3 على 3 في ار اللي هي 2 في ار على بويسونس 3 2 على بويسونس 3 اللي هي 8 فمية. واخا غتمشي ار على بويسونس 3 مع ار على بويسونس 3 شنو غادي تبقى ليا؟ غادي تبقى ليا الكومباسيتي شنو كتساوي ليا؟ تساوي ليا 4 غتبقى ليا هي بي على
ستة، هذه هي الكومباسيتي اللي غادي تخرج ليه. ثمية دونك كتساوي هي 52.35%. يعني هاد شنو كتعني الكومباسيتي؟ يعني هاد لي زاتوم شحال شادين في هاد المايل؟ شادين 52.35% من هاد المايل اللي شادين فيه. وشحال ديال الفيد اللي كاين في هاد المايل؟ غتشد 100% تنقصها ب 52 وغادي تعطيك هي 47.65% ديال الفيد اللي كاين بالنسبة لهاد المايل.